طيب السؤال الأخير الله يحفظك يا شيخ، بالنسبة لتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، هل هذا يشمل النساء يا شيخ؟ أقول تفضيل صلاة الجماعة على الفرد ب 27 درجة أو 25، هل هذا يشمل؟ يتعلق بالرجال، بس في بيته مشروع لها الخروج إلى الجماعة. أقصد إذا صلاة في بيته أفضل، هذه تتعلق بالرجال. مغرب يوم السبت 20 شهر الله المحرم عام 1419 هجرية، والشيخ